ضربات مباغتة تعرضت لها شحنات خاصة بالميليشيات الموالية لإيران فجر هذا اليوم بضربات دقيقة للغاية ومدوية، وهي تمت في الداخل السوري كما ترون هنا. هذه هي الأراضي السورية وهذا هو البحر المتوسط. جاءت فجر هذا اليوم مباشرة الطائرات الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي توجه مباشرة إلى هذه النقطة المتمثلة بميناء اللاذقية وقامت بضربات دقيقة للغاية. النظام السوري والدفاعات السورية لم تكن حاضرة بأي شكل من الأشكال أو فعالة في عملية اصطياد هذه الضربات، وبالتالي تحققت الأهداف بدقة عالية للغاية. بل إن الوورلد نيوز IL أكدت بأن الأهداف التي كانت تسعى خلفها إسرائيل من هذه الضربة هي كانت حاويات فيها أسلحة إيرانية موجهة مباشرة إلى حزب الله اللبناني، وما يؤكد بأن كان هنالك في هذه الحاويات أسلحة بشكل مباشر هي الانفجارات المدوية التي تمت في ميناء اللاذقية. هي سمعت على مسافة أكثر من 80 كيلومترا في ميناء طرطوس هنا الذي يسيطر عليه الروس. هذا الميناء سمعت فيه أصوات الانفجارات من ميناء اللاذقية، وهذا يوضح تماما بأننا أمام حاويات موجودة فيها أسلحة وفيها عتاد كبير للغاية. وإن لم يكن الأمر كذلك لما سمعت هذه الانفجارات. كذلك الوورلد نيوز IL أكدت بأن سفينة شحن إيرانية هي التي جلبت هذه الحاويات التي نتحدث عنها والتي استهدفوها الإسرائيليين، وقامت بعملية تفريغ هذه الحاويات الجمعة الماضية وتحديدا صباح الجمعة الماضية في 24 من هذا الشهر، وبعدها غادرت هذا الميناء وتمت الانفجارات والضربة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي. وكل أصابع الاتهام موجهة مباشرة وبشكل شبه مؤكد إلى هذه السفينة الإيرانية شيباب. هي سفينة شحن إيرانية معروفة غادرت ميناء بندر عباس في إيران في 5 من هذا الشهر، واستمرت في رحلتها لمدة 19 يوما حتى ظهرت بهذا الشكل بالرادارات. هذه سفينة الشحن وهي في ميناء اللاذقية متوقفة كما نلاحظ هنا في 24 من هذا الشهر، متوقفة وهي تفرغ الشحنات الخاصة بها قبل أن تغادر بهذا الاتجاه. ومن ناحية مارين ترافيك أكدت بأن هذه السفينة سفينة الشحن شيبا التي نتحدث عنها الإيرانية هي غادرت اللاذقية عندما تابعنا هذا الأمر اليوم، وطبعا بداية يوم التاريخ وتاريخ المغادرة هو كان في 25 من هذا الشهر، متوجهة إلى إحدى الموانئ الموجودة في أوكرانيا، ومن المفترض أن تصل غدا في 29 من هذا الشهر. وهذا التحرك لهذه السفينة هي تفسر من خلال التواريخ تفسر تماما الحركة المكثفة التي لوحظت أيضا عبر الرادارات لهذه الطائرات التجسسية الإلكترونية الإسرائيلية نحشون شافيت، وهي تابعة إلى السرب 122 الإسرائيلي، لوحظت بهذا الشكل يوم الخميس وهي تطير بشكل مكثف جنوب حيفا. هذه هي حيفا، هذا هو طبعا البحر المتوسط الذي نتحدث عنه. الطيران بهذه الدوائر بهذا الشكل هو يوضح بأنهم كانوا يراقبون على مستوى عالي للغاية السواحل السورية، وهذا قبل بيوم، يعني قبل بيوم من وصول سفينة الشحن الإيرانية شيبا إلى ميناء اللاذقية. هم كانوا يراقبون على مستوى مكثف هذه السفينة، وبعد ذلك لوحظت هذه الطائرات الاستخبارات الإسرائيلية يوم الجمعة صباح هذا الجمعة. لوحظت طائرة واحدة فقط من نحشون شافيت وهي تراقب السواحل السورية بهذه الطريقة، وبعدها اختفت هذه الطائرات حتى لحظة الهجوم الذي تم فجر هذا اليوم. وهذا يوضح بأن طائرات الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلية التي نتحدث عنها بأنهم منذ الجمعة ومنذ وصول هذه السفينة هم أغلقوا أجهزة الإرسال والاستقبال لكي تختفي هذه الطائرات من الرادارات ولكي لا أحد يتمكن من متابعتها بهذا الشكل. وتمت المفاجأة وتمت الضربة التي لوحظت فجر هذا اليوم بهذا الشكل المدوي، هي واحدة من أكبر الضربات التي يتعرض إليها ميناء اللاذقية، جاءت بهذا الشكل. طبعا الناس لم تنام الليل حتى الصباح بسبب دوي هذه الانفجارات بهذا الشكل كما تلاحظون. أكثر من حاوية هي استهدفت، طبيعة الانفجارات واستمرار اشتعالها بهذا الشكل يوضح بأنها عتاد، هنالك TNT، هنالك سلاح،
وكانت حقيقة الضربة وكأنهم يعني أثروا بشكل كبير وبخسائر مادية هائلة جدا. فرق الإطفاء استمرت في عمليات الإطفاء لهذه الحاويات حتى ظهر هذا اليوم ولم يتمكنوا من إطفائها، ويأخذون حتى مسافات أمان عند الإطفاء لأنهم لا يعرفون إذا ما كانت هنالك متفجرات أو صواريخ لم تنفجر، تفاديا لأي إصابات أو أي شيء من هذا القبيل. لم يقتل أحد، لم يجرح أحد، ولكن الخسائر المادية كانت هائلة وهائلة للغاية. والآن يعني إذا ما أردنا أن نتعرف أين هذه الضربة وأين تمت في ميناء اللاذقية، نعم هي في ميناء اللاذقية ولكن هنالك حاويات كثيرة، هنا حاويات، هنا حاويات، بهذا الاتجاه هنالك حاويات، كلها هذه كونتينرز موجودة. أين تمت هذه الضربة؟ هذا الأمر نستطيع ملاحظته من خلال هذا الفيديو الآخر الذي صور صباحا هذا اليوم بهذا الشكل. إذا ما ألقينا نظرة على هذا الفيديو منذ بدايته والنيران وهي تشتعل، سنلاحظ بأننا أمام أولا هذا المنزل الذي هو يبدو باللون الأبيض بهذا الشكل، بيت يبدو حجمه لا بأس به، بالإضافة إلى ذلك بأننا أمام مساحة مفتوحة هنا وهذه المساحة فيها زراعة خضراء كما نلاحظ، وبالتالي الانفجارات لهذه الكونتينرات هي موجودة أمام هذا المنزل الذي نتحدث عنه. وطبعا إذا ما أردنا أن نأخذ لقطة أخرى لكي نزيد من علامات التأكد كما نلاحظ هذا المنزل، هذه هي المساحة المفتوحة وهنالك كذلك عربات وفرق الإطفاء وهي تسير، إذا ما ركزنا عليها هنا سيارة لفرق الإطفاء تتحرك بهذا الاتجاه. ودعونا نأخذ هذه اللقطة الآن لكي نأخذ هذه هي السيارة لفرقة الإطفاء كما تتحرك، واضح بأنها على طريق، بالإضافة إلى ذلك هنا رافعة باللون الأزرق، هنا رافعة أخرى باللون الأزرق، هنالك مسافة بين الرافعتين، بالإضافة إلى ذلك تبدو أن هنالك مسافة بين هذه الرافعات الزرقاء وهذه الرافعة الأخرى الحمراء مما يوضح بأن هنالك مياها في المنتصف. دعونا نذهب الآن إلى القمر الصناعي لكي نتأكد من هذه العلامات التي أخذناها ولاحظناها بالقمر الصناعي لكي نتعرف أكثر. سنلاحظ بالقمر الصناعي وعلى عجالة بأن هذا هو المنزل الذي كنا نشاهده طبعا، ومن هنا كانت سيارة فرقة الإطفاء تتحرك بهذا الاتجاه. هذه هي المساحة الخالية التي فيها طبعا الزرع أو الأشجار أو غيرها، وهنا كما تلاحظون الرافعة الزرقاء وهنا الرافعة الزرقاء الأخرى قد تكون غير واضحة من هنا، ولكن من الظل سنلاحظ بأن فعلا هنالك رافعات زرقاء هنا بهذه الجهة وبهذه الجهة وهذه هي الرافعات الحمراء التي تأتي في الجهة الأخرى، وبالتالي يتأكد بأننا أمام هذه الحاويات هي التي ضربت والتي انفجرت بهذا الشكل أمام هذا المنزل الذي أيضا تضرر بسبب شدة الانفجار التي جاءت من هذه الحاويات بكل تأكيد. وعلى هذا الأساس وبالتأكيد وبالنظر إلى الصورة مرة ثانية سنلاحظ بأننا نتحدث عن هذه الحاويات بهاتين الجهتين هي التي استهدفت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي صباح هذا اليوم. وكذلك أن هنالك ملاحظة مثيرة في هذه القضية هي قاعدة ولقاعدة روسية، أكبر قاعدة روسية موجودة في سوريا. لوحظت هذه القاعدة الروسية التي نتحدث عنها بأنها هي أساسا موجودة بهذا الاتجاه، نتحدث هنا عن قاعدة حميميم التي تبعد عن ميناء اللاذقية الذي نتحدث عنه الآن على مسافة 19.4 كيلومتر تقريبا أو 20 كيلومتر. الملاحظ والمثير بأن هذه القاعدة هنالك منظومات دفاعية موجودة فيها لم تستخدم ولم تتصدى للصواريخ الإسرائيلية وهي قادمة من البحر المتوسط بشكل مباشر لتضرب ميناء اللاذقية، وهذا يضع أكبر علامة استفهام أنه لماذا الروس لم يتصدوا لهذه الصواريخ. ولكن قد تكون علامات الاستفهام ليست بالكثيرة إذا ما عدنا قليلا إلى شهر أكتوبر، أقصد هنا شهر 10 من هذا العام، من هذا اللقاء المهم الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت واتفاقهم على هذه الضربات بكل تأكيد. فواضح بأننا أمام اتفاق كبير جدا يجري في سوريا من هذه الضربات، نتحدث عن 29 غارة إسرائيلية خلال هذا العام في الداخل السوري، وهنا تذهب العيون بأجمعها، كل العيون مباشرة متوجهة وتتوجه إلى مفاوضات فيينا في جولتها الثامنة التي إذا ما تم الاتفاق عليها وعلى الأمور النووية فواحدة من القضايا المهمة التي تأتي بعد انتهاء هذه المفاوضات هي قضية الميليشيات وتصرفاتها والسلوك الإيراني في المنطقة بشكل عام. وهذه المفاوضات الآن المشكلة فيها بأن المنسق الأوروبي أنريكي مورا كانت لديه تصريحات قال بأن
لأسباب اللوجستية سنضطر لهذه الجولة الثامنة أن نوقفها الآن، أي يوقفها في آخر 3 أيام من هذا العام وتستأنف مرة ثانية الاثنين القادم لأسباب اللوجستية. الأسباب اللوجستية هي متعلقة في الفندق الذي تتم فيه المفاوضات، وهذا الفندق هو بالي كوربيك، وهو طبعا هذا الفندق هو من أفخم الفنادق الموجودة في وسط فيينا وتتم فيه المفاوضات، وهو يعتبر مكانا محايدا يتفق عليه ومتفق عليه جميع الأطراف. المشكلة بأن هذا الفندق طلب من هؤلاء ومن جميع الأطراف في مفاوضات فيينا أنه إحنا خلاص نعتذر منكم، لن نستطيع استقبالكم بعد الآن، وفي آخر يومين من هذا العام نحتاج إلى التحضير إلى بداية السنة واحتفالات السنة القادمة، وبالتالي نيوير مهم جدا بالنسبة إليهم بكل تأكيد. وهنا السؤال الأكبر، كم سيتحمل الأمريكيون من عملية الانتظار مع الإيرانيين وهم يخصبون بنسبة عالية جدا، ألا وهي التخصيب بنسبة 60%. جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي كان واضحا بأن الوقت قصير للغاية وقد نكون أمام أسابيع قليلة، ولكن هو لم يتحدث ولم يأتي بأي تاريخ لنهاية هذه المفاوضات، إن لم يصلوا إلى أي قرار أو أي اتفاق حول ما يجري بالتأكيد في مفاوضات